العاصمة الثالثة لمصر في العصر الإسلامي، تفتكر شكلها بقى عامل إزاي بعد 1200 سنة من بنائها؟ أهلا بيك من ثالث أقدم عاصمة إسلامية في مصر، مدينة القطاعة. حييك ونبدأ الفيديو بتاعنا. كل عصر بيكون ليه حالة مميزة واللي بنعرفها من خلال الآثار اللي سابها لنا، وفي مصر كان في دايما تغيرات بتحصل على حسب حاجة الناس وعلى حسب تغير وتطور التاريخ. واحمد بن طولون ساب لنا آثار إسلامية مهمة، أهمها مدينة القطائع، ثالث أقدم عاصمة إسلامية في مصر واللي تعتبر الأولى بعد استقلال مصر عن الحكم أو الخلافة العباسية. أحمد بن طولون أصلاً كان من أصل تركي، مش تركيا بتاعت دلوقتي، ولكن من قبائل التغزغز من بخارة. قصة حياته غريبة جداً وطويلة، ولكن اللي عايزك تعرفه إنه حكم مصر بالحظ تقريباً. من المرات النادرة اللي أجي فيها جامع أحمد بن طولون وألاقي فيها الميضة فاضية كده. كان الأثر الباقي من مدينة أحمد بن طولون هو مسجد أحمد بن طولون اللي أنا فيه دلوقتي، المبني فوق جبل يشكر. والجامع اتبنى على شكل الجوامع الموجودة في العاصمة العباسية في العراق سامراء. بيقولوا إن اللي بناه مهندس مصري اسمه سعيد بن كاتب الفرغاني، وكان مهندس مسيحي، وابن طولون طلب منه إن هو يهد الكنائس علشان عايز 300 عمود منها علشان يبني الجامع ده. ولما المهندس ده رفض يبني الجامع ويهد الكنائس، أحمد بن طولون حبسه لغاية ما المهندس ده قال له أنا عندي فكرة، أخلينا أبني لك الجامع من غير ما نهد ولا كنيسة وما ناخدش ولا عمود. ولكن القصة دي كتير جدا من المؤرخين رفضوها، وبيقولوا ان اللي بنى الجامع ده هو المهندس احمد بن محمد الحاسب، وده كان مهندس عراقي جه مع احمد بن طولون اصلا من سامراء، علشان كده عارف العمارة هناك فبنى لنا الجامع بتاع احمد بن طولون ده على نفس العمارة بتاعت سامراء اللي هو فعلا شافها. ولكن المهندس المصري ما كانش شاف عمارة سامراء ولا المآذن بتاعتهم علشان يبني شبهها هنا. وطبعا معروف ما قاله احمد بن طولون عن الجامع ده بانه كان عايز جامع اذا احترقت المدينه لا يحترق واذا غرقت المدينه لا يغرق، وفعلا كان نبوءته اتحققت وان الجامع ده هو الاثر الوحيد الباقي لينا من مدينه القطائع. يا جدعان انا بيطلع عيني كل مره لما باجي اطلع المأذنه دي. قصة كبيرة كده ان احمد بن طولون قال للناس بتاعته او للعساكر ان انا لقيت كنز، وبالكنز ده هو اللي بنبني العاصمة الجديدة والجامع الضخم الكبير بتاع جامع احمد بن طولون، اللي على فكرة يعتبر من اقدم الجوامع الموجودة في مصر الباقية على حالتها ومن اضخم واكبر الجوامع. من اعلى مأذنة احمد بن طولون، ما تنساش سبسكرايب للقناة علشان تكبر ونروح اماكن اكتر.